السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. وفيك يا الحبيب. معلش عندي 3 أسئلة بعدين. اتفضل يا حبيبي. حاليا ظهر داعية لا نزكيه على الله، ولكن بيدعو لتنزيل تطبيق. التطبيق ده من عليه ممكن نتواصل مع حد ان هو يعمل عمرة؟ لا تشترك فيها، لا تدري عن هؤلاء الأشخاص، وممكن تكون هذه شركات نصب جديدة. شركات نصب جديدة، أنت دفعت الفلوس لشخص يعتمر عنك، لا تعرف الشخص. لا تشتغل تجارة الآن، ممكن ياخذ من 20 شخص ولا يعتمر عنه. تمام. نفس الشيء في الحج، أحيانا الناس في الحج توكل واحد يذبح ذبائح ولا يعرفون، يجمع أموال من هذا ومن ذاك ومن هذا ولا يذبح لأي واحد فيهم. تمام. يذبح ذبيحة الواحد ويوزع صورتها لكل الناس. أنصحك لا تدخلوا في هذه المسائل، دخل هي تجارية مش لوجه الله. هذه العملية ده واخد أيا كان اسم الشخص، واخد هذا للاقتيات هو منه، ياخد عمولة على كل واحد معتمر، ياخد له 500 ريال ولا 1000 ريال من كل واحد، ويجيب واحد يعتمر أو ما يجيبش، ما الله الرقيب عليه. لا نريد أن ينتشر مثل هذا يا أخي.